شكرا معاك حق طبعا، انا نسيت فعلا سامع. فبقول ان صعوبه اللانجوج موديل بالنسبه للووردز هو ايه، ان الفوكابلري بيكون كبير، فلو انت عاوز تعمل بريدكشن للنكست وورد بيكون عندك 50,000 كلمه اللي هو الفوكابلري سايز، وانت عاوز تستيمت النكست وورد. بالنسبه للكاركتر ليفل لانجوج مودلز فانت بيكون عندك عدد الحروف في الالفابيت، هو ده الحاجه اللي انت عايز تعمل منها استيمت. فالفوكابلري بتاعك ماكسيمم سايز بتاعه بيساوي كام؟ نقول ان هو الالفابيت بالاضافه لشويه كوماز وسيمي كولومز وات ايفر، يعني السايز بتاعه ما بيزيدش عن 128 كاركتر يعني. فده فرق كبير جدا، يعني انت لو تعرف تتعلم لانجوج موديل فانت عاوز تبريدكت النكست كاركتر من 8 من كام كاركتر؟ من قلنا كام كاركتر؟ من 128 كاركتر ذا موست يعني. هنا المثال بتاع المحاضره بيتكلم على ان عند لانجوج موديل كاركتر ليفل لانجوج موديل والفوكابلري بتاعه ما فيهوش غير اربع حروف بس، فاللي هما الاتش ودي والال او. فاللي هنعمله ايه دلوقتي، ان احنا نشوف ازاي الريكرنت نيورال نتورك بتساعدك انك تعمل لانجوج موديل يبريدكت النكست كاركتر، وجيفن ان عندك تريننج سيكونس في كلمه هلو. طبعا واضح ان كلمه هلو موجوده فين، يعني الحروف بتاعتها كلها جوه الالفابيت بتاعك. زي ما احنا قلنا وبنتكلم على الوورد امبيدنج، بنقول ان بيكون عندنا في الانبوت لاير هو الوورد بتكون كودد ب1 هوت انكودنج ريبريزنتيشن، اللي هو بيكون 1 ات ذا وورد و0 اذروايز. فعلى قد السايز بتاع الفوكابلري برضو هنا نفس الكلام، هيتعمل فيكتور كله صفار، اربع صفار ما عدا 1 عند ترتيب الحرف ده في الفوكابلري. فهو جاي يقول لك ان ترتيب الحروف هو اتش واي وال او، يعني حتى مش مرتبهم ابجدي، بس هو مرتبهم من اتش اول حرف والاي تاني حرف والال تالت حرف والال تالت حرف، ولو كان في او كان هيبقى هو رابع حرف. فالانبوت لاير بتاعتك هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاتش والاي والال والال، والتريننج سيكونس بتاعك هو هلو. طب ايه معنى ان التريننج سيكونس بتاعك هو هلو؟ معناها ان الاتش هتبريدكت فوق الاي، والاي هتبريدكت فوق الال، والال هتبريدكت فوق الال، والال هتبريدكت فوق الاو. ده بس عشان تبقى متخيل ايه اللي هيجرى في مرحله التريننج يعني. في مرحله التريننج لحظه واحده، هو ما عملش لازم اوقف كده. بيقول لك ان هو عنده الاتش تي، الاتش تي اللي هي اتش التايم ستيب تي اللي هو الرقم المحسوب ده، عباره عن 10 اتش لماتريكس دبليو اتش اتش في اتش تي ماينس 1 زائد دبليو اكس اتش في اكس تي. طيب خلينا نشوف دلوقتي الكلام ده بيتحسب هنا طبعا اول مره، لان ما كانش عندك اتش تي في الستيب هنا الاولانيه خالص، تي اتش تي ماينس 1 كانتش موجوده يعني. فاول مره خالص هنقول ان الاكسبريشن اللي هو 3 من 10 ماينس 1 من 10 و9 من 10 دي عباره عن دبليو اكس اتش في اكس تي، هيرجع له الماتريكس. طب انا لو سالتك على الدايمنشنز بتاعت الماتريكس اللي اسمها دبليو اكس اتش هتساوي كام في هذه الحاله؟ المفروض انت عندك هنا حاجه 4 في 1 وعايز تطلع منها حاجه 3 في 1، فلازم الماتريكس الترانسفورميشن ماتريكس اللي هتعمل الترانسفورميشن دي تكون الدايمنشنز بتاعتها كام؟ 4 في 3 3 في 4 3 في 4 3 في 4 تتضرب في 4 في 1 تطلع لك 3 في 1. فده شكل ترانسفورميشن ماتريكس اللي هتتعمل لك ايه؟ تحسب لك البارت ده اللي هو اتش، لو سمينا ده تايم 0 يبقى ده اتش 0 اللي هي الهيدن ستيت ات تايم 0، وهتستعمل هيدن ستيت ات تايم 0 وتضربها في ماتريكس دبليو اتش اتش. فلو سالتك الدايمنشناليتي بتاعت الماتريكس اتش في اتش دي هتكون السايز بتاعها كام في كام؟ المفروض تقول لي ايه؟ طيب المفروض انك تقول ان هي 3 في 3، لان طبعا هي الانبوت بتاعها 3 والاوتبوت بتاعها برضه ستيل 3. طب ال 1 1 3 من 10 1 دي جايه منين؟ عايز حد كده يفصصها لي يقول لي بالظبط هي دي محسوبه ازاي؟ اتحسبت ازاي؟ طيب اتحسبت ان انا خدت الماتريكس اللي اسمها دبليو اكس اتش ضربتها في الفيكتور بتاع 0 1 0 0 طلعت لي فيكتور مش هو الفيكتور ده على فكره. ونفس الكلام ضربت ال 3 من 10 ماينس 1 من 10 9 من 10 في ماتريكس اسمها دبليو اتش اتش جابت لي فيكتور مش هو برضه الفيكتور ده. وبعدين جمعت الفيكتور الاولاني وجمعت الفيكتور الثاني على بعض وما طلعش هو نفس الفيكتور ده برضه، عشان تبقوا عارفين يعني.
امال الفيكتور ده جاي بعد ايه؟ بعد ما عملت تان اتش element وايز على كل فاليو في الفيكتور اللي كان فيه summation. لو سميت ده في واحد وسميت ده في اتنين، ففي واحد وفي اتنين بعد ما اتجمعوا وتحصل لهم ها تان اتش، وديك بتاكتيفيت على element wise element element تعمل له اكتيفيشن. فهل السؤال ده عشان بس يبقى مخك حاضر، يعني ايه الماكسيمم فاليو اللي احنا منتظرين نشوفها في الهيدن نيرونز وايه المينيمم فاليو؟ طالما انت بتستعمل تان اتش اكتيفيشن فانت ما يقدرش يجي لك رقم اقل من سالب واحد، وما يقدرش يطلع لك رقم اكتر من بوزيتيف واحد، عشان التان اتش بتعمل سكواشنج لايه؟ للرينج، للدومين قصدي، الدومين ماينس ما لا نهايه ما لا نهايه. يعني في واحد زائد في اتنين ممكن يطلع فيه ارقام كبيره اكبر من سالب، اكبر من واحد واقل من سالب واحد، ما فيش مشكله. لكن تان اتش هتعمل ايه؟ هتعمل سكواشنج الارقام دي كلها، تخليها في الرينج ما بين سالب واحد وواحد. كويس، يبقى ده شكل الايه التان اتش اما بتدخلها على الاكسبريشن بتاع في واحد بلس في اتنين، ترجع لك ارقام ما بين سالب واحد وواحد. ده شغله الاكتيفيشن فانكشن. طيب الاوتبوت لاير، الاوتبوت لاير بتعمل ايه؟ احنا عارفين ان انا عايز ابريدكت النكست كاركتر، فانا عايز الواي از فيكتور ده فيه كام اوتبوت، فيه بالظبط نفس السايز بتاع الفوكابلري، فيه نفس السايز بتاع الفوكابلري اللي هو 4. فانا دلوقتي عايز اعمل مابينج ما بين 3 و4، فهضرب ال WHY في الفيكتور ده ويطلع لك الفيكتور ده، وهضرب الفيكتور ماتريكس WHY في الفيكتور ده يطلع لي الفيكتور ده. المهم هيطلع لك هنا دي ارقام عاديه جدا، دي اوتبوت لاير ما فيهاش هنا سو فار ما عملناش عليها اي اكتيفيشن. لكن لو انا عايز اعمل اكتيفيشن، ايه البيست اكتيفيشن اللي احنا ممكن نعمله هنا؟ لو انا عايز احول الكلام ده لكلاس بروبابيلتيز بعمل ايه؟ سوفت ماكس. سوفت ماكس اكسلنت، ممتاز يا باشمهندس. مين معايا؟ يوسف. كويس، انا عايزك بس تبوصل لحاجه مهمه جدا هنا. الاي هو معلم بالاخضر على البريدكشن المفروض يطلع صح، لكن هو ولا مره تقريبا لا هنا طلع صح. اول اتنين ده غلط على فكره، دي ميس كلاس، ميس بريدكتد، ودي ميس بريدكتد، واخر واحده correctly predicted. طب ايه معنى الاول واحده وثاني واحده دول كانوا mis predicted؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه ايه يا شباب الكلام ده؟ محتاجين نغير الويتس. مظبوط، معناها ان الويتس مش مظبوطه لسه، ال WXH وال WHH وال WHY لسه فيهم مشاكل، لسه محتاجين يحصل لهم ايه؟ ليرنينج اكتر، لسه محتاجين ان انا اعمل الكلام ده خطوه واثنين وثلاثه واربعه، واقعد اعمل باك بروباجيشن للايرور ولحد ما الويتس تظبط يعني. لكن اللي احنا بنفسنا نشوفه ان لما كنا انا مستني حرف ال يطلع ماكسيمم، لما اكون مستني حرف الاو يطلع هنا ماكسيمم. لو انا مستني ال المفروض اللي بالاخضر ده يكون اعلى حاجه، لو انا مستني الاي يكون اعلى حاجه هنا برضو مين؟ الحاجه اللي بالاخضر، بس ده ما حصلش. فادي الخطوه الزياده بقى بتاعت سوفت ماكس، اللي هو ادي حول الارقام دي لكلاس بروبابيلتيز، ولقى ان هنا 13% ودي مش اعلى حاجه، المفروض 84 اعلى، بس ده مش كويس. ات تيست تايم، ات تيست تايم ايه اللي هيحصل؟ سامبل كاركترز وان ات تايم فيدباك تو ذا موديل، ده في التيست تايم. لكن احنا في التريننج بيكون عندك الفرصه ان انت ايه، يبقى عندك سيكونس تتعلم منه وتطلع اللوسز وتادجست الويتس والكلام ده كله. بس احنا اللي بنقوله ايه؟ لو انا في وقت التيست تايم، انا في وقت التيست انت عايز تعمل ايه؟ عايز يبقى عندي حرف وبريدكت الحرف اللي وراه، فهت apply the forward pass بس، هت apply the forward pass بس، ماشي؟ ده اللي هو بتمشي من تحت لفوق. طيب بعد ما خدت ال E تعمل نفس الكلام. طبعا انت ممكن يكون البريدكشن بتاعك كان غلط، يعني ستيل اللي هو هنا هيبريدكت حاجه ثانيه، ومفروض اعلى واحد اللي تحت خالص اللي هو الاو. هتقوم واخد الفيتشر فيكتور ده بقى اللي هو الانبوت لاير بتاعتك هي مين؟ مش اللي جاي لي بحقه حقيقي، لكن اللي انا عملت له بريدكشن عشان تكمل البريدكشن. طيب فاهمين القصه دي؟ مش فاهمين؟ انت في وقت التريننج عارف ان الكوريكت هو الاي، فهتباك بروباجيت في الايرور لحد ما تظبط الويتس كلها. طب في وقت التست هتعمل ايه؟ هتاخد اللي انت عملت له بريدكشن، هو اللي هتحط له الكود بتاعه از ان انبوت للنكست ستيب، وبتطلع نفس الكلام بريدكشنز اند سو اون. الفورورد ثرو الباك بروباجيشن ثرو تايم بيعملوا دي حاجه برضه كويسه. مش عارف ان السلايد عندي في حاجه عليها بسبب زوم، انا مش شايف كويس.
حاجه مهنجه كمان. اوكي الباك بروجيشن ثرو تايم انت بيحصل معاك ايه؟ انت عندك سيكونس طويل جدا اهو، عندك سيكونس طويل جدا بالشكل ده كله، وعندك حاجه ان اللوس بيتجمع منين؟ بيتجمع من اول اوتبوت طالع مش مظبوط او تاني اوتبوت او تالت اوتبوت لحد اخر اوتبوت. الفكره بالنسبه لنا ايه؟ ان لو انا عايز اعمل باك بروباجيشن بير سيكونس فانا مستني السيكونس يخلص. لو انا من باك بروباجيشن بير سيكونس فانا مستني السيكونس يخلص، فعشان تستنى سيكونس يخلص ده هيبقى ايه؟ هتعمل لونج تشين، هتبقى فيري لونج تشين. فلما بتباك بروباجيت على لونج تشين هيحصل عندنا مشاكل. في مشكله مشهوره جدا اسمها الفانيشينج جريديانت، وفي مشكله تانية اسمها الجريديانت اكسبلوجن او فدي مشكله يعني، دي حاجه لازم نكون واخدين بالنا منها. ان لما بتعمل باك بروباجيشن ثرو تايم انا عندي فيد، عندي انبوت لاير، وعندي هيدن لاير، وعندي اوتبوت لاير، دول ثلاثه لايرز بس. بس هم مش ثلاثه لايرز بحاو حقيقي، هم ثلاثه لايرز في طول السيكونس. في طول السيكونس كل ده محتاج تباك بروباجيت اكروس مين؟ كول ثرو تايم. فدي مشكله بتبقى موجوده، وان انت ما تقدرش تعمل باك بروباجيشن لللوس غير لما السيكونس كله يخلص، غير لما السيكونس كله يخلص. فاحد الحلول للموضوع ده هو انه يقول لك انا هترانكيت الباك بروباجيشن ثرو تايم، هيران فورورد اند باكورد ثرو تشانكس اوف ذا سيكونس انستيد اوف هول سيكونس. طبعا هو الكلام ده هو احنا متوقعين ان هو في الكاركتر لانجوج، كاركتر ليفل لانجوج موديل السيكونسز ما تبقاش طويله، اخرنا يعني 15 كاركتر، دي اطول كلمه في الانجليزي مثلا، لكن في لانجوجز ثانيه ممكن تبقى اطول من كده، 30 كاركتر ممكن مثلا. بس ده برضو مش مهم يعني، في اللانجوج موديل السيكونس بتاعنا بيبقى قصير نسبيا، لكن انا بتكلم على باراجراف، والباراجراف ده جمله طويله جدا بدأ بتحكي لك قصه ان اندي كان بيلعب مع التويز بتاعته، والتويز كانت فيها حاجات بتعمل دوشه وراح يصلحها عند الراجل، ولما التويز رجعت بقت شكلها جميله، وبعد كده اندي كان بيلعب بايه؟ وانت بقى المفروض ان انت تستيميت ان النكست وورد التويز يعني. فالسيكونس طويل جدا، ممكن بقى يوصل باراجرافات، احنا بنتفق ان الباراجراف الطبيعي في الانجليزي حوالي 8 سطور، وكل سطر فيه حوالي من 5 ل 8 كلمات، فبتتكلم على سيكونس فيه 64 كلمه، وده متكرر كتير يعني، هو ده السيكونس بتاعك اللي انت عايز تتعلم منه. فده بالنسبه لنا ايه؟ بيكون ايشو. فبين بقى حاجه اسمها ترانكيتد باك بروجيشن ثرو تايم، ان هو ما يستناش السيكونس يخلص عشان يباك بروجيت الايرور، ويبدا يعمل الكلام ده على شانكس. كاري هيدن ستيتس فورورد ان تايم فور ايفر but only back propagate for some smaller number of steps. يعني كده كده الفورورد دايركشن ده ما فيهوش مشكله بالنسبه لنا، هيقعد يستور الهيدن ستيت ويكمل بيها بعدين، لكن لما يجي باك بروباجيت اللوس هيباك بروباجيت اللوس على شانك واحده بس، شانك واحده من السيكونس بتاعه، ويفضل يعمل الكلام ده لحد ما يخلص. الرسمه اللي مرسومه قدامنا دي اختصار لايه؟ لشكل الريكرنت نيورال نتورك اللي كانت مرسومه في الاستاد قبلها دي، بيعمل فيها ايه؟ بيسميها بيانرول اللوب اللي موجود هنا، بيانرول اللوب اللي موجود هنا، ويبينها لك على طول السيكونس كله، يبين لك الريكرنت نيورال نتورك شغاله ازاي اكروس السيكونس. في بقى الريكرنت نيورال نتورك برضو اكزامبل تاني هناخده عليه، ان هو كان بيحاول انه يتعلم طريقه ويليام شكسبير في الكتابه عن طريق ان هو يديله برضه فوكابلري وفي الكلمات، ويديله سيكونسز اللي هي باراجرافات، ويحاول يخليه يتعلم ان لما يجيله الكلمه دي فالنكست وورد تكون ايه. وبدا يعمل اكسبيرمنت ظريفه جدا، ان هو يحاول يجنريت تكست مشابه للتكست بتاع شكسبير. فبيقول لك ايه؟ في الاول خالص كان بدا يركب حروف كده ورا بعضها ملهاش معنى قوي يعني، الحروف دي في الحقيقه ده مش لانجوج موديل، ده كان كاركتر موديل، انا اسف، ده كان كاركتر لانجوج، اللي كان كاركتر ليفل يعني. بدا يطلع كلمات كده تقريبا ما فيش ولا كلمه ليها معنى اساسا. لما بيقعد يترين مول يطلع له حاجه اسمها يبدا يحط كوتس على حاجات شبه الاسماء، هو ده شبه الاسم بس هو مش اسم قوي برضه، ويبدا يركب حاجات والاي تتفصل، ويبدا ان وبدات تظهر وحاجات شبه كده. لما يترين مور تايم يبدا يطلع كلمات حقيقيه، فول دي كلمه حقيقيه، ان ساتش ذات ذا هول اوف برنس مش عارف ايه ذات مي اوف، طبعا لسه الجرامر مش مظبوط ستيل. بس لما يترين مور اكتر يقول له واي دو وات ذات داي ريبلايد ناتاشا اند ويشينج تو هيمسيلف
that the fact the princess Mary was easier fed and so on. فواضح ان في تحسين بيحصل، ان بدات الكلمات تشبك في بعضها بصوره احسن، رغم ان ده كان كاركتر بيزد لانجويج مود. فده برضه معناه ايه؟ معناه ان هو كان لازم يديله سيكونس طويل، كان شايف هيديله بس على مستوى الكلمه، كان لازم يديله سيكونس طويل على مستوى الجمله عشان يعرف يركبهم على بعض. بعدين هنا ايه؟ باندروس alas I think he shall be come approached and the day when little Serene would be attained into being never fed and blah blah blah. فيعني كل دي حاجات المفروض تكون produced من اللانجوج موديل. طيب خلينا نشوف الحته برضه دي مهمه. زي ما احنا كنا اتعلمنا في موضوع الكونفوليوشنال نيورال نتوركس، ان بيكون عندنا نيرونز بتاكتيفيت في الاول خالص، اللي هي بنقول ان فيها اللو ليفل انفورميشن، وان في نيرونز ثانيه فيها الهاي ليفل انفورميشن. فانترستنجلي برضو بيكون عندنا طريقه نحاول نعرف بيها ان الهيدن يونتس اللي موجودين، لو الهيدن نيرونز اللي موجودين جوه الهيدن لاير بتاعت الريكرنت نيورال نتورك، ايه يا ترى الحاجات اللي بتعلمها. ف كلمه سيلز دي معناها ايه؟ كل سيل من دول هي عباره، احنا بنقول ان انا عندي هنا اكس ده الانبوت لاير، وعندي اتش ده الهيدن لاير، وعندي واي ده الاوتبوت لاير. الاتش ده احنا بنقول انا هستعمل ريكرنت نيورال نتورك السايز بتاعها سي فيها 100 نيرون، فهي عنده 100 نيرون في كل واحده من المربعات الخضراء اللي مرسومه هنا، عنده 100 نيرون من الجراي اللي موجودين في النص دول. ف اللي هو هيحاول يوريهولنا دلوقتي يورينا شويه انتربريتيشن لكل واحد من ال100 نيرون اللي في النص دول. فتقدر تعمل ايه؟ هيقدر يوري لك الشكل الاتي، ان في نيرون من النيرونز، في نيرون من النيرونز كان بيدي قيم، احنا قلنا ما بين سالب واحد وواحد، الواحد هو لونه احمر والسالب واحد هو لونه ازرق في الرسمه اللي انت شايفها قدامك، ولونه ابيض معناه قرب الصفر. فبيلاقي ايه الاكتيفيشن بتاعه النيرونز دي شكلها عامله المنظر ده. هل في اي انتربريتيشن ممكن نطلعه من النيرون ده؟ لا في الحقيقه ما فيش، انا مش شايف حاجه يعني ممكن احصل انتربريتيشن. لكن في نيرونز ثانيه بتعمل حاجه اسمها كوت ديتكشن، ان طالما انا جوه الدبل كوتس بتلاقي ان هو قيمته قرب السالب واحد، وطالما انا بره الدبل كوتس قيمته بتكون اولموست بتساوي واحد. فده ممكن نقول ان ده كوت ديتكشن سيل، يبقى في واحد من النيرونز اللي هم هنا دول قيمته طالما انا جوه الكوت، اسيوم ان هنا كوت اهو وهنا الكلام، بعد كده الكوت خلاص هنا، هتلاقي ان انت طول ما انت عمال تحسب الاتش هتلاقي ان ده دايما في ايه، طالما انا جوه الكوت هتلاقيه سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد، وبعدين اول ما يطلع بره الكوت تلاقيه اتحول كده بقى واحد 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 واحد. معنى كده ايه؟ ان في one of the hidden neurons بيتعلم إيه ازاي يرسبوند تو الكوتس. هل كلهم كده؟ لا، في واحد هو ملوش معنى احنا شايفينه مش مفيد يعني. طيب في واحد تاني ظريف جدا بيعمل ان هو كانه بيعرف هو في اول اللاين ولا في اخر اللاين، كانه في اول اللاين ولا في اخر اللاين. فلو عنده ده نقسم ان السيكونس بتاعه عباره عن لاين، هتلاقي ان هو بينزل كده او بيطلع على حسب انت بادئ. لو قلنا ان الازرق هو سالب واحد والاحمر هو الواحد، فقصدنا الاتي، لحظه، قصدنا الاتي، مثلا لو انا بقول ان هو بادئ بسالب واحد من اول هنا تي بتساوي 0 وهنا تي بتساوي 100 اللي هو طول اللاين في 100 حرف، فيبدا في الاول خالص الفاليو بتاعته بسالب واحد ويفضل يزيد لحد ما يوصل لواحد. ده برضو واحد بيوري لك اخر السطر لما يكون لونه بدا يحمر يعني. في برضو حاجه تانية، ان نيرون من النيرونز بيكون جوه الايف ستيتمنت بيبقى لونه احمر، وبره الايف ستيتمنت يبقى لونه ازرق، وده انترستنج برضه بالنسبه لي. يعني هنا كل الحاجات اللي جوه الايف كانت بالنسبه للكونديشنز او حتى الستيتمنتس اللي جوه الايف كانت بيطلع لونها بالاحمر. الكوت كومنت سيل برضه ده هنا واضح انه مش بيعمل الكوت بس، لا ده بيعمل الكوت والكومنت، بيخليهم احمر واذروايز بيخليها ازرق او درجات من الازرق. برضو الكود ديبث سيل دي حتى انترستنج جدا، ان كل ما الكود الديبث بتاعه بيزيد كل ما الاحمرار بيزيد. يعني هو طالما انا جوه
اللي هو الليفل الهاير يبقى لونه ازرق، كل ما يبدا يقرب يقعد دلوقتي يتحول من الازرق لمين؟ للاحمر. لما بيرجع لده بيرجع بنفس اللون ده، لما بيرجع لده بيرجع بلون قريب لدول، وهكذا يعني. يبقى الكود ده بس سيل. طيب ابلكيشنز ثانيه غير موضوع ان احنا نعمل جنريشن لتكست باستعمال الكاركتر ليفل لانجوج موديل، في ابلكيشنز مشهوره جدا بتمرج يعني حاجتين مع بعض، اللي هم المساله بتاعه الفيتشر ديتكشن عن طريق الكونفوليوشنال نيورال نتورك، والجنريشن للسيكونس اوف الكابشن عن طريق لانجوج موديل. يبقى هو في الاخر خالص عايز يعمل ايه؟ عايز يطلع كابشن، فعايز يطلع سيكونس اوف ووردز او سيكونس اوف كاركترز، بس هنا المساله دي شغالين على الوورد. فعايزين يعمل ايه؟ مش كابشنينج، فبيخترع سيمبل كده من عنده اسمه ستارت، ده اديشنال سيمبل للفوكابلري، وسيمبل تاني اسمه ان، ده اديشنال سيمبل للايه؟ للفوكابلري. ويبدا يعمل ايه دلوقتي؟ احنا كانت مشكلتنا دايما في اتش 0 اللي هي اول ستيت بنجيبها منين. فاول ستيت بيجيبها عن طريق ها الفيتشرز الاكستراكتد من الصوره بالكونفوليوشن نيورال نتوركس، بيكود بيها الانيشال ستيت اسمها اتش 0. بعد كده يبدا الفيتشر فيكتور بتاع ستارت، ده معروف بالنسبه له، هو عارفه كويس. ده بقول لك طبعا بيتم تعلمه اي حاجه، اي فيكتور هنا بيتم تعلمه يعني، الا لو كان 0 هوت انكودنج او 1 هوت انكودنج يعني. وانس انت وصلت الاتش 0 ومعاك الاكس 0، تقدر تجنريت الهيدن ستيت الجديده الابديتد، وبعد كده تعرف تطلع الاوتبوت اللي هي الكلمه اللي عليها البريدكشن المفروض يطلع انهي كلمه. فهنا الايمج كابشنج هنا هيطلع كلمتين وخلاص، سترو هات. سترو هات يعني اللي هي الطاقيه المصنوعه من القش يعني. طيب وبعدين الريكرنت نيورال نتورك دورها فين؟ دورها في الجزء بتاع جنريشن للكابشن، والكونفوليوشن نيورال نتورك دورها فين؟ دورها في الفيجوال فيتشر اكستراكشن عن طريق ترانسفير ليرنينج. بقى يحط باك بون نيورال نتورك هنا زي مثلا في جي جي او اف بي ان او اي حاجه من الحاجات دي، ويطلع منها سم فيتشرز، يضربها في سم ماتريكس اسمها دبليو اتش اي، بحيث ترجع له الهيدن ستيت في الانيشال ستيت بتاعتها. طب هو دلوقتي يا دكتور، هما يعني الكونفوليوشن نيورال نتورك دي هتطلع لي معلومه السترو هات بس؟ لا، هي هتطلع لك حاجات كتير، بس الفكره ان انت بتجنريت اول كلمه ازاي يعني. هو انت دلوقتي وانس ان انت عندك اتش 0، ف اتش 0 الستيت دي فيها كل المعلومات اللي في الصوره دي، كل المعلومات اللي في الصوره دي، سواء بقى ايه، ان الراجل، ان في راجل واقف، ان في خلفيه ورد، ان في الحاجات دي كلها، المفروض ان كل ده انكودد جوه الفيتشرز الاكستراكتد. لكن ازاي اديكود الكلام ده وانتو تكست وسيكونس؟ ده شغل الريكرنت نيورال نتورك يعني. الكونفوليوشن نيورال نتورك في الاركتكشر اللي انت شايفها قدامك دي ما بتعملش حاجه اكتر من انها بتكستراكت فيجوال فيتشرز وتركبهم على بعض، بحيث يتم استعمالهم فين؟ في الريكرنت نيورال نتورك از ديكودر عشان يطلع الكلمات. لو جات له تيست ايمج، يدخل الايمج على كونفوليوشن نيورال نتورك، دي شبه الفي جي، هي مش في جي بس شبهها، وبعد كده يلغي الكلاسيفيكيشن لايرز، بالنسبه له مش محتاجه في حاجه، ياخد الفيتشرز دي يدخلها، يعمل ترانسفورميشن ماتريكس اسمها دبليو اي في اتش، بحيث ترجع له فيكتور اسمه اتش 0، وهنا داخل لك الفيكتور اللي اسمه اكس 0 اللي هو الستارت، ف اتش بتساوي تان اتش اوف اكس دبليو اكس اتش في اكس بلس دبليو اتش اتش في اتش، وناو بلس دبليو اي اتش في في WIHV. انت هنا بتعمل V ده اللي هو الفيكتور اللي انت مطلعه من الconvolution neural network as a feature vector، تضربه في WIH وتكمل الشغلة بتاعتك. هل ده معناه انه بيدخل WIH في V على كل البرانشز؟ It looks يعني. بعد كده once انه عمل Y0 هنا، ده بيطلع له vector في كل possible words المفروض يحصل لهم يعني candidates. فهو بيسامبل يعني ايه؟ يعني بيختار واحده من الحاجات اللي بتعدي سيرتن ثريشولد، وليكن هو اختار سترو عشان هي دي اقرب واحده، فسترو برضو عنده اتش 1 يختار دبليو. طب انت الفيكتور بتاع واي ده طوله الفوكابلري سايز، ها، وبيرجع لك بروبابيلتيز لكل كلمه من الكلمات انها تكون هي الكلمه اللي عليها الدور، ويطلع دبليو 2 ويسامبل ويطلع لما يجي يسامبل الاند سيمبل، يبقى البروبابيلتي بتاعته بقت عاليه نسبيا انه ممكن يحصل له سامبلنج، ويعمل له سامبلنج، يبقى انا كده السيكونس خلص، فيقول لك انا وقفت هنا. الايمج كابشننج هل هو ناجح دايما؟ لا، مش كل مره بيكون ناجح. دي اكزامبلز، حاجات سكسسفول
ان شايف القطه جوه السوت كيس، بيقول لك كات سيتنج اون سوت كيس اون ذا فلور، كمان حتى السوت كيس عارف ان هي اون ذا فلور. A cat is sitting on a tree on a branch برضو on a tree branch برضو نفس الكلام. A dog is running with grass with frisbee. A white teddy bear sitting on the grass in the grass. كل ده ظريف، كل ده كويس. في failure cases واضحة طبعا. دلوقتي مثلا إيمان in a baseball form baseball form uniform throwing a ball. لا هو مش throwing، هو catching. A bird perched on a tree branch. هو مفيش بيرد أصلا، ده عنكبوت حاطط البتاع بتاعه ده، وهكذا. برضو الفرو بتاع المعطف ده تم بريدكشن ان هو كات، يعني ان هو ده فيتشر شبه الكات. فممكن يحصل سكسسفول كيسز زي دي، اكزامبل ريزلتس كويسه، ودي فيلير كيسز. في برضو موضوع تاني اللي هو موضوع الايمج كابشنينج ويز اتنشن. لو انت خدت بالك هنا لما زودنا ال دبليو اي اتش في الفي، الفي فيكتور بقى بيخش على كل واحده من دول ايكوالي كده، وبندخله على كل واحده في السيكونس هنا في البريدكشن. طيب هل يصح ان انا ادخل نفس الفيتشر فيكتور لكل سيل في الريكرنت نيورال نتورك وهي بتعمل ديكودنج؟ لا، هو في الحقيقه ال اس تي ام يبقى احسن لها بكتير لو انت بتقول لها انهي بارت من الصوره يساعد في استخراج انهي كلمه دلوقتي حالا. فلو انا بقول، لو انا بقول ان انا عندي عايز اطلع sequence of words a bird flying over a body of water، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، فالاحسن تديني feature vector لكل كلمه من دول يكون مختلف عن كل واحده من دول، يعني ما يبقاش كل مره بتديله نفس الفيتشر فيكتور. فده اللي كان بيحصل مع الايمج كابشنينج ويز اتنشن، ان هو يقول لك ايه، انا في بارتس من الصوره هتساهم اكتر في استخراج الوورد اللي انت هتعملها بريدكشن. طيب خليني بس اقول لك في تريك صغيره هنا. هل انا ببقى عارف كمروان او كاي بني ادم في الدنيا لما اشوف الصوره دي اقول لك انهي بارت من الصوره اللي هيخلي حرف الايه هو اللي يطلع اول كلمه، او اقول لك انهي بارت من الصوره اللي هيخلي كلمه بيرد تطلع تاني كلمه؟ السؤال انك تقول لي حرف الايه ده سؤال مش اجابه، محدش فينا يقدر يعرف انهي بارت من الصوره هيخلي كلمه ايه تطلع. لكن لو قلت لك ايه اللي بيخلي بيرد يطلع، فانت هتقول لي ان المنطقه دي من الصوره هي الايه الموستلي ريسبونسبل على موضوع ان انا اطلع كلمه بيرد. ولو سالتك كلمه ووتر هتقول لي اي حاجه ما عدا اللي انا كنت البوكس اللي حوالين البيرد. فده اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان في حاجات انت بعينيك تقدر تعرف المفروض ابص في اي حته في الصوره، وفي حاجه تانية انت مش من حقك تعرف او مش هتعرف اصلا تطلع منها. طب ايه الحل بقى بتاع الكلام ده؟ الحل ان نخلي النتورك هي اللي تتعلم، يعني النتورك هي اللي تقول انهي بارت من الصوره از مور لايكلي تو برودوس الاوتبوت اللي انا عايزه. فلو انت خليت النتورك هي اللي تتعلم الكلام ده، يبقى انت خليتها تعمل حاجه اسمها الاتنشن، تختار النتورك هتختار البارتس في الصوره اللي تخليها تعرف تبريدكت النكست وورد صح. خلاص، فالار ان ان دلوقتي بقى شغلتها اسهل. ليه؟ لان عنده جزء في النتورك يقول له ان الاجزاء دي از مور لايكلي تو برودوس النكست وورد، فهو يديها اهتمام اكتر فيقدر يعرف الكلمه اللي عليها الدور. طيب بيقول لك الايمج كابشنينج ويز اتنشن، اللي هيحصل معاك الصوره دي السايز بتاعها اتش في دبليو في 3، هيدخلها على الكونفيجن نيورال نتورك يطلع اتنشن، يطلع هنا ماب السايز بتاع ال في دي، ويدخل الكلام ده على اتش 0. هيعمل حاجه اسمها ديستريبيوشن اوفر ال ال لوكيشن ده اي 1، والاي 1 ده يتحسب منه ويتد فيتشرز لل هيويت الاي 1 ده هيويت بي الفيتشرز ماب اللي عنده دي، وطلع له حاجه اسمها زي 1. اهي الزي 1 دي بقى تعمل ايه؟ دي الويتد فيتشر ماب من اللي موجود على الشمال، وكل ما الاي يتغير الويتنج يتغير. يعني انت لو الاي 1 دي طلعت مكانها اي 2 هيطلع له ويتنج مختلف، هيطلع له زي مختلف. لكن في المره الاولانيه انا كنت باخد الفيتشرز دي بحولها بخليها بسميها في 1، وهي دي انا بشغل بيها على طول. طب جات لك الفيرست وورد، تقدر بقى دلوقتي لو معاك الفيرست وورد وزي 1 واتش 1 تقدر تطلع اي 2 ودي 2. الدي 1 ام سوري اي 2 ودي 1، دي 1 هي مين؟ دي الكلمه اللي هطلع كلاس بروبيرتيز على كل كلمه من الكلمات بحيث يطلع لي اول وورد هي ايه. يبقى دي 1 دي الاول وورد هيحصل لها بريدكشن يعني، ويطلع اي 2 يروح يجيب منها دي انذر سيت اوف ويتس ديستريبيوشن اوفر ال لوكيشنز،
هتعمل بيها ويتنج طلع زي 2 فزي 2 وهكذا وهكذا. لو عمل حاجه اسمها سوفت اتنشن فيرسس حاجه اسمها هارد اتنشن، مش هنخش في السوفت والهارد، بس دلوقتي السوفت اتنشن ده بيكون ايه؟ بيقول ان الاتنشن ماب بتاعته هي السايز ده كله، الاجزاء دي هيديها ويت 0.9 وان هي تكون بتكونتريبيوت، ودي هيديها 0.6 ودي هيديها 0.9 ودي هيديها 0.01 مثلا وهكذا. فعند كل كلمه من الكلمات هتعرف دلوقتي اللي احنا بنعمل لك فيجواليزيشن له هو انهي اجزاء من الصوره كانت كونسيدرد يعني محصول حصل فيها ويتس اعلى، حصل فيها ويتس اعلى، ان هو في الاخر خالص بيجيب ديستريبيوشن اوفر لوكيشنز يعني ات اي واحد، ان هو بيفيجواليز لك اي واحد واي 2 واي 3 اند سو اون، ان هي ديستريبيوشن اوفر لوكيشن. طيب بالنسبه للهارد اتنشن ده بيكون التعامل معاه اغلس في الباك بروجيشن بالذات، لان هو مش سهل من الباك بروجيشن، فمعظم الناس تعمل سوفت اتنشن في معظم الاحوال. هارد اتنشن بيقول ان دي 1 و0 يعني يحطها معاه او لا، بس في السوفت اتنشن احنا شايفين بياخد لارجر ارياز من الصوره وبيطلع حاجات ميكينج مور سنس. ايمج كابشنينج وذ اتنشن بيقول لك لما كان بيطلع الكلمه بتاعت فريسبي فلقى ان الاتنشن ماب لو عمل element wise multiplication الاتنشن ماب في الصوره اللي على الشمال لقى ان الحاجات دي most highlighted اللي هي ايه المكان اللي فيه الفريسبي فعلا. ولما لقى دوج برضو طلع واضح ان الفيس بتاع الدوج حاجه very easy to detect فعمل لها attention بسكور عالي. نفس الكلام الستوب ساين عند كلمه ستوب طلع حط الاتنشن. برضو كلمه تريز هنا خد بالك هنا في جيراف كل حاجه، بس هو كان بيأتند على الكلمه بتاعه تري فطلع له كل حاجه ما عدا مين الجراف. الابيض معناها انها معاه والاسود معناها انها مش معاه. برضو بيبل اختار كل البادي بتاع الناس الموجودين. ليتل جيرل هتلاقي ان هو اختار الجيرل ما اختارش تيدي بير يعني. بيستعملوا اتنشن برضو في حاجه اسمها الفيجوال كويشن انسرنج. وات اندنجرد انيمال از فيتشرد اون ذا تراك؟ ا بولد ايجل واسبارو وهيومن هامينج بيرد ورافن. فهو هيطلع مع اللي هو بتاع ده. فيجوال اتنشن فيجوال كويستشن انسرنج ار ان ان ويز اتنشن برضه بيحصل نفس الكلام شبه الايمج كابشنينج، بس هي مساله عكسيه. انت في الايمج كابشنينج لا مش عكسيه ولا حاجه، المساله شبهها بس مش نفس الحل اللي احنا بنحله. بس هنا هو مش مطلوب منه ان هو يجنريت سيكونس، ومطلوب منه يجنريت الانسر. فلما تيجي جنريت الانسر دلوقتي ايه هنا why is the person holding a knife، فهتقول له to cut the cake with. فالكلمه بتاعت الكيك عشان يحصل لها جنريشن كان في اتنشن على فين؟ على الحته البودي بتاع الكيك فعلا. فهو بيعمل ايه برضو؟ بيعمل نفس الكلام، بيجي له الصوره يدخلها على convolution neural network ويدخل لها السؤال على recurrent neural network. فدلوقتي بقى عنده اتنين انبوتس، بقى عنده الصوره كانبوت وعنده انذر انبوت اللي هو جاي كسيكونس. فهو بينكود في فيجوال فيتشرز بسي ان ان، وبينكود التكستوال فيتشرز بايه؟ باستعمال ال اس تي ام او ريكيرنت نيورال نتورك. احنا ال اس تي ام ده نوع من انواع ريكيرنت نيورال نتوركس، هنتكلم عنه شويه او يمكن المره اللي جايه. وبعد كده يجي له ايه في الاخر خالص؟ سوفت ماكس ده كلاسيفيكيشن لاير اللي هي بتقول له اجابه السؤال، يعني اجابه السؤال هتكون ايه اللي هي الكات مثلا. عنده الكل كلمه من الكلمات اللي هي ويتش وايز وذا وبراون وبريد والكلام ده كله، هتلاقي ان كل واحده منهم برضو بتدي لك اتنشن تيرمز، والاتنشن تيرمز دي هتدي لك ويتس تقول لك انهي اجزاء من الصوره تكون مور هايلايتد. فبيقدر يعرف منها ان الفيجوال فيتشرز مع الاتنشن مع ال اس تي ام يقدر يعرف منها ايه الانسر بتاعت السؤال. المالتي لاير ار ان انز عادي جدا، بدل ما هو يوصل هيدن بالاوتبوت على طول ممكن اوصل الهيدن بقى نظر هيدن والهيدن بقى نظر هيدن والهيدن بقى نظر هيدن اند سو اون اند سو فورث. فدلوقتي شكل الماتريكس اللي هي اسمها دبليو ال بقى دي ما بقتش زي الاول، لا دي مالهاش دعوه، دي بتشرح دي مالتي لاير. بنتكلم على حاجتين في الريكرنت نيورال نتورك، ان في الريكرنت نيورال نتورك ان اتش تي انا مش عارف اقرا بصراحه السوبر سكريبت ايه، السب سكريبت واضحه ان هي تي بتبقى تان اتش دبل ال اللي هي الليفل اتش تي اوف ال
اتش تي اوف ال بتساوي 10 اتش اوف دبليو ال اللي هي الليفل ال بتاخد من هنا بيقول لك دي جت منين، اللي هو العنصر اللي جاي هنا ده جاي منين، الاتش تي هنا جاي منين، جاي من حاجتين، جايه له من الليفل اللي تحتيه اللي هو اتش تي ال ماينس 1 وجايه له من نفس الليفل اللي هو فيه بس ستيب تي ماينس 1، يعني مره من الليفل اللي تحتيك ومره من نفس الليفل بس اللي جايك قبليك على الشمال. فده حته فهو ده بيشرح لو كنت انت بتشتغل دي كده ريكورنت نيورال نتورك العاديه، لو انت بتشتغل بال اس تي ام بيكون عندك مور سيت اوف ويتس، يعني عندك حاجه اسمها انبوت وعندك حاجه اسمها فورجيت وعندك حاجه اسمها اوتبوت وعندك حاجه اسمها الجيت، ودول اربع حاجات فمحتاج تعمل موديلنج ليهم. يعني هنا بتستعمل تان اتش بس، وهنا بتستعمل سيجمويد 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 تان اتش. هنشوف كمان شويه صغيرين يمكن المره دي او المره الجايه مش متاكد بالظبط ال اس تي ام ايه الفرق بينها وبين الريكرنت نيورال نتورك، وهي ليه محبذه في الريكرنت نيورال نتورك انك تستعمل حاجه زي ال اس تي ام او حاجه زي الجيتد ريكرنت نيورال الجي ار يو. علشان نفهم المشاكل اللي موجوده في الريكرنت نيورال نتوركس، احنا قلنا ان لما النتورك بيحصل لها اكسبانشن على السيكونس كله بنلاقي ان بيحصل مشكلتين. المشكله الاولانيه اسمها الفانيشنج جريدينت او الاكسبلودنج جريدينت. فعشان نفهم الكلام ده محتاجين نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. دي يونت عاديه جدا جوه ريكرنت نيورال نتورك، ده من غير ال سي ام ولا من غير اي حاجه ثانيه اصلا، ده الموضوع الاصلي. يعني انت عندك حاجه اسمها اتش تي، دي اللي عايز تعملها بريدكشن او دي اللي عايز تحسبها في الكرنت ستيب. يعني اتش تي عشان تحسبها محتاج اتش تي ماينس 1 ومحتاج اكس تي، وده احنا كنا كتبنا الاكسبريشن ده قبل كده كذا مره، كنا بنقول ان هو دبليو اتش اتش في اتش تي ماينس 1 بلس دبليو اكس اتش في اكس تي، وتاخد الكلام ده كله تاني اتش ات فيري اند. يعني فهنعمل الكلام ده عن طريق ان انا اعرف ماتريكس واحده بس اسمها دبليو، عباره عن الاثنين ماتريسيز دول كانهم جنب بعض، هيحط دبليو اتش اتش هنا اللي هي 3 في 3 ودي 3 في 4 يبقى 3 في 7 صح، يبقى 3 في 7 كله على بعضه، ويضربها في الستيت اللي قبليها اللي هي 3 في 1 وهنا في اكس تي اللي هي 4، يبقى كده ايه بقت عن طريق الستاكينج يحسب تان اتش لكل اليمنت من الاليمنتس الموجودين في الماتريكس مالتيبليكيشن بين الدبليو والاتش تي ماينس 1 واكس تي. دي كده دي الريكرنت نيورال نتورك العاديه خالص، دي يونت قديمه جدا مشهوره ومعروفه خلاص. لما تيجي تعمل باك بروباجيشن، لو انت بقى جاي تعمل باك بروباجيشن ايه اللي هيحصل فروم اتش تي تو اتش تي ماينس 1، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تمالتبلاي ال HT في W H H ترانسبوز عشان اوصل ل HT minus 1. انت عايز تباك بروباجيت من HT ل HT minus 1. خد بالك ان احنا عايزين نعمل الكلام ده through time، فانا عايز امشي من HT ل HT minus 1 ل HT minus 1 ل HT minus 2 و HT minus 2 ل HT minus 3 and so on and so forth. فcomputing gradient لحد ما اوصل ل H0 ده اللي هو عايز يوصل له. Computing gradient of H0 involves many factors of W. فانت عشان توصل من H4 لحد H0 كنت عملت matrix multiplication W transpose في H4، والناتج ده ضربته في W transpose مرة كمان وفي W transpose مرة كمان وفي W transpose مرة كمان، وغير انك بتعمل W transpose كذا مرة بتعمل تاني H كذا مرة. فلو انت الماتريكس W دي لو كان numerically فيها بعض الايشوز هيحصل لك يا اما exploding gradient يا اما vanishing gradient. طب ايه موضوع اللارجست سنجولار فاليو باكبر من واحد؟ لو انت الدبليو ماتريكس بتاعتك دي فيها ايجن فيكتورز كبار، فاحنا عارفين كويس قوي ان دبليو اس 4 الايجن فيكتورز بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي لو انت عندك لامداز لامدا 1 لحد لامدا مثلا ان، فدبليو اس 4 هي لامدا 1 اس 4 ولامدا ان اس 4، ولو السيكونس فيه 100 كلمه هيطلع لك لامداز دي لامدا اس 100 وهنا. طب فالايجن فاليوز بتاعت الاكسبوننت ماتريكس بتساوي نفس الايجن فاليوز بتاعت الماتريكس من غير اكسبوننت مرفوعين لنفس الاكسبوننت. دي حاجه احنا خدناها في كورس نيوميريكال. فلو اللارجست اكبر من الواحد فالايجن فاليو بتاع الماتريكس اسمها دبليو اس 4 هيكون كبير قوي، ولو عملت الماتريكس كان الايجن فيكتور اقل من الواحد فلما تاخد فراكشن وتضربه في نفسه كذا مره هيبقى الايجن فاليو بتاعه الماتريكس اسمها دبليو اس 4 هيبقى صغير جدا جدا. لو حصل الايفكت دوت ان هو ارقام بعدت عن الواحد ده هيخلي ايه اللي يحصل؟ يحصل يا اما اكسبلودنج جريدينت يا اما فانيشنج جريدينت. ففي طريقه من الطرق عشان اهندل موضوع الاكسبلودنج جريدينت ان هو يعمل ايه؟
يقول لك اول ما يلاقي ان جريدينت نورم كبير يعمله كليبينج. كليبينج يعني يقصه ما يزيدش عن سيرتن ثريشولد وخلاص. طب لو كان اقل من ثريشولد ده مش هيعمل حاجه. فبيقول لك لو جريدينت نورم اكبر من سيرتن ثريشولد يبقى جريدينت هيساوي ثريشولد على الجريدينت هيساوي جريدينت نفسه في مين في ثريشولد على جريدينت نورم. طب لو انت حصل معاك موضوع الفانيشنج جريدينت لا الكليبنج مش هينفع معاك. انا مش ده انا عايز اظبط الايجن فاليوز الايجن فيكتورز دي اراوند الواحد. النتورك الموجود قدامك او الفانيلا ار ان ان يونت ما بتسمحش بالكلام ده انه يتحل كويس. فالحل انك تغير الاركتكتشر. نبدا ندور على اركتكتشر ما بيحصلش فيها المشاكل دي. في بعض الاحيان عشان ما حدش بس مش مركز, في بعض الاحيان الريكرنت نيورال نتورك بالفانيلا يونت عادي بتشتغل ما فيهاش مشكله يعني. لكن في معظم الاحيان بتضطر ان انت تغيرها علشان موضوع الفانيشنج جريدينت ده بيأثر على النتورك بتتعلم ايه, بيأثر على النتورك بتتعلم ايه. في بعض الاقتراحات اللي تم بقى اقتراحها موضوع لونج شورت تيرم ميموري ال اس تي ام. هيقول لك ان ادي دبليو اتش ماينس 1 واكس تي وادي دبليو اتش ماينس 1 واكس تي نفس الكلام هو وهو هنا. طب انا حامل منها كام كوبي؟ 1 2 3 4 كوبيز. احنا كان عندنا واحده بس, كان عندنا كوبي واحده بس. وبيقول لك بيحسب حاجه اسمها سي تي ان اديشن تو الاتش تي. طب ايه السي تي دي دلوقتي؟ السي تي بيسموها السيل, السيل التايم تي بتساوي الاف اليمنت وايز مالتيبيكيشن في تي ماينس 1 بلس اي في اليمنت وايز مالتيبيكيشن في الجي. طيب ده لكل عنصر في الفيكتور اسمه سي تي. ما تنساش ان انت بيكون عندك 100 يونتس او 100 سيلز موجودين في الايه في اللاير بتاعه ال اس مع بعض في حاجه واحده. تمام. انا هاجل الدسكشن بتاعه ال اس تي ام عشان نتكلم على الجريدينت فلو بتاعها المره اللي جايه ان شاء الله. احنا وصلنا للسلايد رقم 100 من 270 فده بالنسبه لنا كويس واحنا كده ماشيين كويس. ان شاء الله يوم الخميس هنتكلم على ال اس تي ام وهنبدا نتكلم على لانجويج مودلز في ال ان ال بي وممكن نخش على ماشين ترانسليشن او نخلي ماشين ترانسليشن يوم الثلاثاء الجاي والخميس اللي بعديه هنتكلم على نخلص خالص المنهج ان شاء الله. احنا عندنا لسه فاضل ثلاث محاضرات بعد محاضره النهارده. كويس. طيب حد عنده اي اسئله؟ تمام شكرا. هو تمام على الموضوع هتكلم في الميل يعني تكت الفوت وكده. ما خلاص ما انتوا قلتوا اللي انتوا عايزينه انا هعمل كل اللي عايزينه بالظبط. تمام الاغلبيه يعني الاغلبيه اتفقوا على حاجه تمام. معينه فانا هعمل اللي انتوا قلتوا عليه عشان مش عايز بس بس هم. تمام ماشي شكرا. شكرا ونشوفكم.